عندنا تو شهر ونص نحن في الحاله ذي يجيو يصلحوا من بعد 3 ايام 4 ايام يرجع الماء يطلع يجيو يصلحوا. اخر مره طلبنا تونس باش تونس كلمتهم هما باش جاوا صلحون فهمتني هذاك طلبناهم في اللي نطلبوا فيهم نهار كام من نهار السبت ما يهزوش علينا التليفون جنب طلبهم جارنا طلب تونس عنده نمره طلب تونس جاوا متغدوا قصوا صلحوا. كي جيت نكلم فيه المدير بيته قال لك اخويا برشكي هبط خبير هبط العبد المنفذ وقعد تبع القضيه واستنى احنا ما عندناش باش نصلحه فهمني اكثر من هاك مع تمراه كبيره تعدى كيفاش هذه المراه ما تنجمش تطلع حتى لدار ولدها لهنا احنا قلنا لهم صلحوا الفويت تو وحدنا نتشاركوا ونعاود نصلحوه الكيس ما فيها شيء تو نشريوا السيمين ونصلح اكثر من هكا كي تقول ديما قرخت بيهم ما نجمش حتى نمشي مركبه مخروقه هشيك علي شمت لهم دار مشتاها لي ما نجمت نمشي لصغاري ما نجمت كابي اني ما نجمش حتى نتعد هاك تشوف كيفاش علي قال ربي بنيتي ما انا مسلمين بكلنا والناس كلنا نغرموا بعضنا علي قلت له وزني خلنا نمشي قال لي تنزك في الثنيه تطيح لي هذا في التاكسي ما جابش نركب نمشي هاك نشوف الحال كيفاش الشهر ولا قديش ونحن في المعدل هذا نديو فيهم ويرجعوا يصلحوا ويرجعوا نحن تو نساء كبار ورجل كبير يمشي ويجي عليهم وما بيوش يسمعونا بالكل يجيو يطلوا يمشي ويجيو يطلوا يمشي تو يعجبك كيف هكا وكان الدار صغير تو يمشي بها به نحن مرا كبيره والله الا نجمت نهز حتى اصل الزبال وما نجمش نتعدى تاع علاش هكا ليش عملنا لهم يا رسول الله في وسط نهج هذي راه في وسط نهج علاش يحبوا البلديه يحبوا على الرشوه ما عندناش نحن رشوه نحن الناس ما نحن الناس على قدنا منين مش نجيبوا لهم يجيو يطلوا يمشي ويجيبوا يطلوا يمشي يحبوا نمشي نبات قدام فم البلدية خلنا نمشي نبات قدامها ولا شنية اللي تخدم راه مش عندها نهارين وثلاثة راه شهور هذه راه شهور والماء يجري تحت الماء تحت القاع بيت البر شهور الناس تخدم بعديهم وش واحد والله العظيم ما مأساة أصلا معناها أنا في وسط بلاد رانا في حمت في حمت الجامعة تسميها ولا هذه حمت الجامعة تابع هاك تشوف الهم يعني عندنا أطفال عندنا المدرسة قريبة نتاع أولاد فرحان الأكثرية الصغار يتعدوا من هنا فهمتني كي يجي صغير يطيح في قلتة نتاع ماء كيما كيكا كيفاش والله ساعات نخاف لأن نخاف على الصغار نقعد من هنا ونعدي فيه بالصغير الحياة فهم زهرة الحياة.